aggressor nation and must be dealt with accordingly by the international community. منذ عقود طويلة كان نقل صورة ما تتعرض له فلسطين إلى الساحة الأوروبية نقلاً مشوهاً يفتقر إلى الموضوعية والدقة، وكانت ساحة العلاقات العامة في أوروبا حكراً على المشروع الصهيوني وداعميه، إلى أن شهد العمل لصالح القضية الفلسطينية تطوراً نوعياً خلال الأعوام القليلة الماضية تواصلاً مع جهود تراكمية سبقت ذلك. We have to think over what we were told about the situation in Middle East. We all in Europe, in Europe's parliaments, and we have to think over and we have to have the information, the exact information. لقد مثل إطلاق مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية كمنظمة مستقلة غير حكومية تتخذ من بروكسل ولندن مقراً لها نموذجاً لعمل العلاقات العامة المتخصصة في التواصل الحيوي مع المؤسسات والأوساط الفاعلة في الساحة الأوروبية، ويأتي في مقدمة هذا السعي تعزيز الحوار والتفاهم بين الأوروبيين وبرلمانيهم ومع العرب بشكل عام والفلسطينيين وبرلمانيهم على وجه الخصوص. We have the economic power, we have the political influence. We need to exert that influence as one voice in order to get justice for the Palestinians, whether they be here in East Jerusalem and the West Bank or whether they be in Gaza. من جانب آخر، نظم المجلس العديد من ورش العمل واللقاءات الدورية داخل البرلمانات الأوروبية، إضافة إلى تزويد الجهات الرسمية والبرلمانية الأوروبية بتقارير محدثة حول الأوضاع على الأرض، بما يضمن حثها على التحرك من أجل تطوير الموقف الرسمي الأوروبي، وبما يدفع لاتخاذ مواقف متقدمة تجاه الحقوق العربية والفلسطينية، وفي مقدمتها حالة الحصار المفروض على قطاع غزة. يعمل المجلس على تشكيل شبكة واسعة من العلاقات على المستوى الرسمي الأوروبي تمكنه من التواصل المباشر بشكل مستمر مع الشخصيات الوازنة في السياسة الأوروبية، من بينها رؤساء البرلمانات الأوروبية ورؤساء اللجان البرلمانية والممثلية العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. وسبق ذلك علاقات متينة مع كل من رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق والممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا. لقد عمل المجلس على حث الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات متقدمة لوضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة وإظهار التضامن مع السكان المحاصرين، حيث نظم عدداً كبيراً من الزيارات لوفود برلمانية ورسمية أوروبية إلى قطاع غزة، كان أبرزها أكبر وفد برلماني أوروبي مطلع عام 2010، وقد ضم أكثر من 55 برلمانياً أوروبياً، وقد التقى عند العودة بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب المصري ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، إضافة إلى لقائه أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى. وفي إطار مساعي المجلس لإطلاع المسؤولين الأوروبيين على ما تتعرض له مدينتي القدس والخليل من إجراءات تهويد وطمس للمعالم العربية، نظم المجلس زيارة لوفد برلماني أوروبي إلى القدس والضفة الغربية والأردن في نهاية تشرين أول أكتوبر الماضي، استمرت 5 أيام متتالية. ففي القدس اطلع الوفد على أوضاع المواطنين الفلسطينيين، خاصة المناطق التي تتعرض إلى هجمات استيطانية مكثفة وعمليات استيلاء على أراضي وعقارات المواطنين، إلى جانب عمليات الهدم المتواصلة. What you see here and what you hear is even worse than that what you could have imagined about newspapers.
كما استمع إلى شرح أبعاد المعاناة المختلفة من ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في المدينة ومن مكتب المنسق الخاص للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الإنسانية أوتشا، إضافة إلى لقائه وممثلي الكتل البرلمانية الفلسطينية المختلفة في مدينة رام الله. وفي ظل معايشته لمعاناة المواطنين الفلسطينيين خلال تنقله بين الحواجز الإسرائيلية، اطلع الوفد البرلماني والسياسي الأوروبي عن قرب على حجم المعاناة وحالة الظلم خلال زيارته البلدة القديمة في مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي الشريف، وشاهد البؤر الاستيطانية. It's unbelievable. I think many Europeans don't realize what is happening. I think if Europeans opened their eyes, if the media opened their eyes and they understood that happening, they would not tolerate it. I think Europe wants to stand for human rights, but it does not understand what's happening here on the ground. وفي إطار الجولة زار الوفد الأردن والتقى كبار المسؤولين فيه، وعلى رأسهم رئيس الوزراء سمير الرفاعي، واستمع إلى الجهود التي تبذلها المملكة في إطار دعم الشعب الفلسطيني، كما التقى وزير الخارجية الأردني ناصر جوده.